الإنسان إزاي، لأنه مثل ما ذكر الزميل الكريم بالطيب، المعركة خسرها الجيش الرسمي الانكشاري، ولكن لم يخسر الجزائريون مواقعهم كقبائل، ولم يخسر الجزائريون وأعيانهم المعركة، لأن المعركة ثلاثية: معركة الجيش الرسمي، معركة القبائل العفية وقبائل المتيشة، ثم المعركة الثانية التي ستقودها أو سيقودها كما تسمى في الأدبيات التاريخية الجزائرية المرابطون أو رجال الطرق الصوفية. وقد نفصل هذا بإذن الله عز وجل خلال حديثنا، ونحن نتحدث عن احتلال فرنسا للعاصمة، وكيف بدأت تتنسم أخبار المتيشة وضواحيها ومعاملاتها مع المقاومة التي بدأت في تابلفوس. دكتور، أنت قلت قبل قليل 600 سفينة اللي جاءت لتدمير الجزائر، هل كانت كلها سفن فرنسية أو بالأحرى جيش فرنسي، أو كانت يعني مزيج من سفن أوروبية اللي جاءت لتأديب وكر القراصنة كما يسمون الجزائر؟ لا، على حد علمي أسطول فرنسي وأسطول كبير جدا، بل أصبح منذ 1827 يمنع خروج السفن الجزائرية حتى إلى المنطقة الشرقية، حتى إلى أداء فريضة الحج، فما بالك بالتجارة وغيرها. وإضافة إلى أن القوة المتنامية للجيش البري والبحري الفرنسي كانت قوة ضاربة للغاية، بل من المؤكد من خلال الدراسات العلمية أن أوروبا بدأت تفكر في إخراج فرنسا من الصراعات الأوروبية إلى مجال حيوي آخر، رغم المعارضة الشديدة بطبيعة الحال لإنجلترا كما هو مفصل في الدراسات الجامعية. لذلك هذه 600 سفينة، أنا لا أملك، لا أكذب على المشاهد الكريم، لكن الشيء الذي أعرفه أن هذه القوة العسكرية الفرنسية على الأقل كانت فرنسية 100%. لكن الشيء الآخر أن القوات التي ساهمت أو القوات اللوجستيكية المساعدة والذين شاركوا في الحملة، أنا أسميهم في كتبي شذاذ الآفاق، فقد تطوع من بين هذه الحملة الألماني والمالطي والكورسيكي والفرنسي الأصل، يعني وغيره وغيره، بمعنى أن كل الأجناس الأوروبية على مستوى الحملة موجودون فيها بالأدلة والوثائق والدراسات ثبتت هذه الأسماء. فهناك الألماني والإيطالي والكورسيكي والسيقلي والفرنسي والإسباني والبرتغالي، كل هذه الشعوب كانت عبارة عن محيط للقوة العسكرية الفرنسية الضاربة، وهم المرتزقة الذين تمكنوا من حياضنا وهتك أعراضنا وسلب أموالنا وقوتنا العسكرية، بل استولوا على كثير أو الكثير من هذه الأشياء التي قد نفصل بها في هذه الحلقة، من خلال الذخيرة التي استولوا عليها والبنادق والذهب والفضة والمؤن التي طورت في إمكانيات توسع القوات العسكرية الفرنسية، بل إن تكلفة هذه الحملة الفرنسية قد استعادتها فرنسا ومبالغ خيالية أخرى يتحدث عنها المؤرخون المعاصرون، ومنهم ميشيل أبار، بشيء مؤسف للغاية، لأن ثروة أسالت لعاب الفرنسيين والإقطاعيين والملك نفسه الذي لم يتمتع إلا بسفينتين كما قلت في الحلقة السابقة. أعطي الكلمة الآن إلى الأستاذ عبد اللطيف للتعليق على ما جاء به الدكتور محمد. طبعا لقد فصل وأوفى الدكتور يعني فيما ذكر، ونحن نستفيد منه طبعا يعني في هذا المجال. بالنسبة اللي حبيت نذكر نقطة، أن النقطة لعلها مهمة يعني تضيف شيئا من النقاش، يعني شيئا إيجابيا، أن المقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسي لم تأخذ فقط الوجه العسكري، يعني الجانب العسكري لم تكن فقط مقاومة عسكرية، كما صار يعني بعد سنوات هذه السنوات بداية الاحتلال، بعدين اخذت وقت آخر، مقاومة سياسية، مقاومة فكرية تعليمية، المدارس والكذا، مقاطعة المدارس الفرنسية، هذه كانت من البداية مقاطعة المدارس الفرنسية وعانى منها حتى المستعمر الفرنسي، مقاومة فنية أيضا، نقدر نقول مقاومة فنية في بعض المسارح وبعض مثلا الأغاني وبعض الأناشيد الحماسية، كانت كلها تعبر عن رفض الشعب الجزائري لهذا الاحتلال، كانت في مقاومة حتى رياضية نقدر نقول. المهم يعني نتكلم الآن عن جانب المقاومة، فالمقاومة متنوعة جدا،
لكن المقاومة الرئيسية اللي هي الآن، لأنه الوقت يتطلب المقاومة العسكرية، فكانت المقاومة العسكرية، لكن استمرت مقاومة تأخذ أوجه عدة لعلنا نتطرق عليها فيما بعد، ونتطرق عليها يعني المشاركون. كذلك نقطة مهمة لا أردت أن أتجاوزها، الجزائر اعترفت بالثورة الفرنسية، فكان الرد من جانب فرنسا. وبالثورة الأمريكية أيضاً. وبالثورة الأمريكية، أو بانفصال أمريكا عن التاج البريطاني. وكان أول من ساند احتلال الجزائر من طرف فرنسا هو أمريكا. أمريكا أرسلت تهنئة لفرنسا وقالت شكرا لك وتفضلي وتقدمي لأنك أسقطت كيفاش يقولوا وكر القراصنة. فشوف يعني كيف الجزائر كانت تعامل بالجميل، وكيف طبعا إذا كان الجميل في غير محله. المقاومة طبعا الرسمية مثل ما ذكر الأستاذ ولعله سيفصل في ذلك، يعني نقدر نقول أنها تلاشت وانهارت بحيث أخرج الجيش يعني من العاصمة، وبدأت المقاومة الشعبية التي يمثلها الجزائريون علماء وشعب وإلى آخره، ويعني عرفها المؤرخين بحدث تاريخي كبير اللي هو اجتماع البرج. اجتماع البرج كان في 23 جويلية. إذا قلنا أن المستعمر دخل في 14 جوان وأن الجزائر سقطت في خمسة جويلية، يعني خمسة جويلية 23 جويلية مش بعيد يعني، يعني ممكن أسبوعين 13 يوم يعني هكذا يعني. وطبعا دائما نحب نأكد مقولتي أن أن الشعب الجزائري لم يكن قابلا للاستعمار، هذه كلها تأيد كلام تاعي. نعم. تأكد هذه المقولة بأن الشعب الجزائري لم يكن يقولوا تفضلوا يا فرنسيين رانا يعني لآخر لحظة. نعم نقابلكم بالورود والرايحين. نعم. كما زعم الأمريكان أن العراقيين سيستقبلوننا بالورود والرايحين. الآن اعتراف الأمريكان، وهذه كلها طبعا تدل في سر تاريخي لابد أن يتذكره الإنسان. نقطة أخرى أيضا حبيت نضيفها، أنه قضية تحالفات مليحة، يعني تحالفات جيدة جدا، لأن شخص واحد وما يستطيع أنه يقاوم كل هذه القوى. طبعا الجزائر كانت القوة الثانية ثم أصبحت يعني في خبر كان. لماذا كانت القوة الثانية؟ لأنها كانت تتحالف مع القوة الكبرى اللي هي القوة العثمانية، وفي حوض البحر المتوسط، ولم تكن متحالفة مع بقية يعني الغربيين الأوروبيين. لو نرجع الوقت الحاضر مشاريع في مشروع المتوسط وكذا وغيره إلى آخره، فالجزائر طبعا تختار من تتحالف معه حتى في حوض البحر المتوسط الذي يفيدها وتستفيد من مصالحه، فذلك تمشي فيه الجزائر. وفعلا عملته الجزائر قبل دخول فرنسا، كانت متحالفة مع قوة كبيرة وقريبة منها مثلا في التقاليد في الثقافة في الإسلام إلى آخره. المقاومة الشعبية بدأت في اجتماع البرج يوم 3 صفر 1246 هجرية الموافق ل 23 يوليو 1830. طبعا الذي حضر هذا الاجتماع كان فيه ناس رؤساء قبائل، كان فيه علماء، كان فيه مثلا ناس عاديين يعني، ومعظمه كان يعني الجزائريين. وبرزت فيه بعض الزعامات الشعبية مثل محمد بن زعنون زعيم قبيلة فليسة أو فليسة لا أدري يعني نفهم بالضبط، وكان عمره 70 عاما. يعني هل 70 عام يقدر يخرج؟ لعل الدين، لعل الشرع قال له خلاص راك كبير في السن وطاعن في السن فلا تستطيع، ولكن 70 عام مثل عمر المختار وغيره والأمير عبد القادر وكذا. وولديه الحسين وحمدان حضر هذا الاجتماع، وفيه ناس أخرين، وقرر زعماء القبائل. طبعا تكلمنا في السابق أن الجزائر كانت تتشكل يعني من قبائل وعروش إلى آخره. بعد نقاش طويل قرروا إعلان الحرب. طبعا هذا الاجتماع لم يكن محضرا له، يعني كان كردة فعل للاحتلال الفرنسي، وفعلا اتفقوا على إعلان الحرب رغم يعني أن الموازين القوى غير متكافئة، ورغم اندحار الجيش الرسمي، ورغم أن استولاء فرنسا على الأسلحة على الذخيرة على الأموال على كل شيء، والدعم المعنوي من الحلف الأوروبي مثلا. نعم. والأمريكي وغيره كل شيء، فلكن ذلك رغم أن الشعب قرر المقاومة وأعلن الحرب، يعني عمل إعلان ديكلاريشن بأنه الحرب يعني لا بد أن تقوم الحرب، وعدم ترك الجنود الفرنسيين يخترقون أرض الجزائر كما يفعل السكين في الزبد يعني.